موضوعنا الرئيس في حلقة اليوم وموضوعنا يتناول التعاون بين إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة والخطوات الجديدة في هذا الشأن. السؤال الذي طرحناه طوال الحلقة كان ما رأيك بنوع التعاون الاقتصادي الذي تحتاجه إماراتا دبي والشارقة للارتقاء بمستويات المعيشة والأداء الاقتصادي لسكان كلا الإماراتين أو كلتا الإماراتين؟ الزميل أحمد أبو سمهدان استطلع آراء الشارع الإماراتي وعاد لنا بهذه الأجوبة. بعتقد كل شيء موجود، ما في شيء زيادة، يعني في السكن والمواصلات يمكن يحلوا مشكلة العجقة، بس هو يعني ناقصهم يبقى في أنواع مختلفة شوية من المواصلات، لأن المواصلات الموجودة بس هي تعتبر الباص والمترو والتاكسي، وبتبقى في أوقات معينة هي الـ TRA بتعمل كل المجهود اللي عليها، بس احنا محتاجين منهم أكتر يعني عشان تبقى المواصلات أسهل بالنسبة للناس. مفيش مواصلات كمان ما بين الشارقة وما بين دبي. والله نشوف من جهة دبي يعني قريب الكامل ان شاء الله، الله يزيدهم. الشارجه يباله شويه من سواء الطرق او سواء الجذب السياحي، مثلا دبي هذا اللي تسوي جذب السياحي حق المستقبل الجاي، بس الشارجه يباله شوي. والله تبي الصدق مش ناقصهم شيء، بس اماره الشارجه تقريبا زحمه لين ما يعدلون المشاريع هاي تخلص، وهذا ان شاء الله يترتب الامور، بس حاليا الامور طيبه في دبي خاصه. لا بالنسبة لدبي فيها جميع وسائل المعيشة اللي ممكن، يعني فيها الطرق، فيها مواصلات، فيها كل حاجة يعني. إذن مع هذه الآراء البناءة نصل إلى ختام حلقتنا لليوم، ملتقانا يتجدد معكم في الغد بإذن الله، وإلى الغد نترككم في أمان الله ونتمنى عيدا مجيدا. مع السلامة.